سهم فشريت أتراه درب الإخلاص لا يرجون إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرفا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأفاضل في برنامجكم علمني رمضان مع فضيلة شيخ شمس الدين الجزائري. مرحبا بك شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا شيخنا. أهلا أضأتم بيتنا. أهلا وسهلا، إننا لقياكم شرف لنا. يا الله. كنا نردد يا ترى هل نسعد بلقياكم هنا؟ أمل تراءى عندنا إذ ضيفنا الغالي دنا. يا الله. مرحبا بك. الله يرضى عليك، أنت رجل طيب يا سيدي. ربي يحفظك شيخ. تحدثنا في الحلقة الماضية عن التوبة. نعم. كيف يتوب الصائم في رمضان أو قبل رمضان؟ ما هي شروط التوبة شيخنا الفاضل؟ نعم جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة نصوحة. ما هي التوبة؟ هاي لك، ما قالش يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة. نعم. وخلها لا نصوحة. باش تكون التوبة نصوحة لابد لها من أربعة شروط. إذا توفرت هذا الأربعة أنا تبنى توبة نصوحة. إذا خصت وحدة نروح نجيبوها، ما نقولوش التوبة ماشي مقبولة. نزيد الله يرضى عليك، اللي يحطموا قاع الناس يقولوا لا لا خصت شرط من شرط توبتك ماشي مقبولة. يا سيدي التوبة كما الملف، شفت واحد مسحق سكن يروح يحط ملف، خصو خصته ورقة وش يقولوا له؟ روح جيبها هذيك الملف أو حابس حتى تجيب هذاك. إذا شروط الملف تاع التوبة هي أربعة. الأولى قال العلماء الندم على ما فعلت، أن تندم على معصية الله. وشنو هو الندم؟ الندم قال لك حرقة القلب. هذيك الحرقة اللي يصيبها الإنسان في قلبه نادم لوحده هذيك المعصية، شرب خمر ولا زنا ولا سرق ولا كذب ولا ظلم ولا ظلم، خاصة الظلم. الظلم يراه كوارث الظلم. كاين الناس عبالهم الظلم غير هذيك الظلم الكبير، أشياء بسيط مع أولادك ممكن تظلم، مع نفسك، مع نفسك لا تظلموا أنفسكم ربي قال نفسك قادر تظلمها، قادر مع الحيوان، مع الحيوان ناس يتربي عصافير ولا تطعمها يخليه يموت، فهذا ظلم كبير يحاسب عليه يوم القيامة. إذن الأولى هو الندم، الندم أن تشعر في الحديث الندم توبة، الندم توبة الله يرضى عليك. إذن أن يندم على ما فعل، هذا الشرط الأول من شروط التوبة. ولذلك العلماء قالوا إن الله لا يغفر لعبده ولذة الذنب في قلبه. الندم أنك تشعر باللي هذاك الفعل درته لا يقبله الله، أما إذا كان يستلذه في قلبه أو متوقف فقط لأسباب أخرى ماشي نداما وخوفا من الله. نعم. شوف باش نشرح مليح باش يفهموني الناس. واحد ما يسرقش مليحة صح هو لا لا، ما يسرقش خوفا من الشرطة. شفت ماشي خوفا من الله. الله يرضى عليك. واحد يصوم، يصوم ما شاء الله كيما احنا نصوم من الفجر للمغرب، ولكن حفاظا على صحته لأن الطبيب قال له مليحة الصحة تاعك. شفت كيف هو يصوم ولكن ليس طاعة لله. الآخر ما يسرقش حقيقة، حقيقة ما يسرقش ولكن حفاظا على صحته. لا لا، الندم هو أن تشعر أنك أسأت في حق الله وأنك لن تعود إلى تلك المعصية خوفا من الله. أما إذا نويت ما تعودش إلى تلك المعصية خوفا من السجن أو من الفضيحة أو هذه ما عندهاش، ليست توبة هذه، ما ليست لله. نعم. لابد أن تكون لله هذه. نعم. نعم. إذن الندم على ما فعلت. الشرط الثاني العزم على أن لا تعود، يعزم على أنه لن يعود إلى هذه المعصية. وإذا عاد؟ إذا عاد هو ما وفاش بما وعد. واللي ما يوفيش بما وعد تعرف آية المنافقين ثلاث، منها أنه إذا عاهد
أخلف. نعم. فإذا وعدت الله جل جلاله أنك لن تعود إلى المعصية وعدت إلى المعصية فقد عدت إلى معصية أخرى، ولكن هنا ربي ما غلقش الباب كذلك. نعم. وش قالوا توبة أخرى هايلك. العلماء قالوا كلما أحدث المؤمن معصية أحدث لها توبة. نعم. كلما أحدثت معصية أحدث لها توبة. نعم. ولكن لازم دائما تكون ناوي أنك لا تعود إلى هذه المعصية. كاين الناس يقول لك أنا ما نوليش للمعصية ولكن يولي إلى أسبابها. احنا يا ننصحوا الناس باش ما توليش للمعصية ما تعاوش تولي إلى أسباب المعصية. إذا كاين علاقات بينك وبين ناس تاع السرقة ولا بغير رقم الهاتف نتاعك، شد كيفاه، ما تخليش الأسباب التي تؤدي، تقطع الأسباب التي أقطع تؤدي. الأسباب نعم. أقطع الأسباب لا نعم. إنسان ما يروحش يعني في أماكن معصية وشبهة ويقول أنا وقعت في المعصية. لا تذهب إلى مكان المعصية، لا تقترب منها أصلا، لا تقترب لا لا تفعل المعصية ولا تذهب إلى أماكن المعصية. هذه طريقة تعاونك على أن تتوقف عن معصية الله جل جلاله. ثالثا رد المظالم، رد المظالم. دوك أنت تبت، إنسان سرق أموال الواجب عليه أن يعيد الأموال إلى أصحابها، إنسان استولى على عقار يلزم يرد، إنسان منع خاوته من تقسيم الميراث لابد يروح يقسم الميراث، إنسان دار أموال بالمخدرات وتاب إلى الله وندم ولا يستطيع أن يعيد هذه الأموال إلى أصحابها، ماذا يفعل؟ بما أنه دار أموال من هلكة الناس، هلك الناس باش دار الأموال. نعم. هذه الأموال يدير بها مثلا عيادة مستشفى لعلاج مدمني المخدرات، الذين أفسدهم يعالجهم. نعم. الذين أفسدتهم، أنت أفسدت هؤلاء بالمخدرات، أي دير عيادة لعلاج هؤلاء لعل الله يغفر لك، لعل الله يغفر لك. تسببت في أن يطلق رجل زوجته، حاول صلح بينهما وتعيد الزوجة إلى زوجها. أرد المظالم، تنظر إلى تلك المعصية وبالمقابل تبحث عن حلها. نعم. النبي عليه هذا وش معناتها قوله عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. تبع انت درت سيئة تبع الحسنة التي تمحوها، انت يا درت مكان فساد دير مكان لطاعة الله، ابني مسجد ابني عيادة أصلح الطريق. فشو إذن قلنا الندم على ما فعل، العزم على أن لا يعود، ورد المظالم، ورابعا الإقلاع فورا، الإقلاع فورا. إنسان ما يقول سوف، إنسان تروح ليه تقول يا فلان الخمر حرام توقف، يقول لك أنا ناوي إن شاء الله ناوي العام الجاي. يا سيدي وما أدراك أنت كاع تعيش هذه العام الجاي. نعم. وشكون قال لك أنت تعيش الشهر الجاي؟ وشكون قال لك تعيش الليل ولا تعيش الغدوة؟ هذه أمور الإقلاع فورا، ما يسوفش الإنسان في معصية الله. لا كما أنت مطالب بالتعجيل في طاعة الله، حتى طاعة الله ما دابه ما يسوفش. إذا إنسان ناوي يدير خير يعجل باش تكتب له حسنة، كذلك في معصية الإقلاع فوان في الحين معناه الإقلاع الآن في هذه اللحظة، ماشي حتى واحد تقول له واحد، هذه قصة واقعية يعني، راح نصحوا إنسان عنده مخمرة، قالوا يا ودي الخمر حرام، قالوا أنا ناوي نغيرها ولكن اصبروا علي حتى نكمل المخزن ستوك. فهاي كارثة هذه، معناتها راح يكمل المخزن. العجيب أن هذا الرجل وفى بما وعد والآن غيرها، ولكن هذاك الوقت كتبت عليه سيئة. إذن كي تكون التوبة نصوحا، الندم على ما فعلت، والعزم على ألا تعود، والإقلاع فورا، ورد المظالم. والشرط الرابع هو أخطرهم شيء، وأخطرهم رد المظالم، لأنه هذاك بينك وبين الناس. الله ثلاث الشروط الأولى بينك وبين الله. الشرط الرابع هو الأخطر. وشنو في رد المظالم؟ قال العلماء إذا إنسان ظلم إنسان بالكلام ولكن ما يقدرش يقول له، دوك إنسان تكلم على إنسان في زوجته وبناته في الشرف نتاعه، نعم. ما يقدرش يقول له جيت نطلب منك السماح لأني قلت فيك أهلك كذا وكذا. الدعاء هو الحل. هاي وشي هنا قال لك إما يستسمحه عامة يعني بلا ما يقول، نجي لك خويا أنا في العيد نعنقك كون بوسك وندير الحيلة نصلي قدامك في العيد ونسلم لك على راسك ونبوسك ونقول لك يا سيدي اسمح لي كش ما درت لك حاجة ولا كش ما أسأت في حقك ولا هذا. نعم. كرجل من الفرحة عقل بوتا العيد يقول لك روح السماح يا وليدي، تقول له من قلبك من قلبي يا وليدي. إما يأخذ منه السماح عامة بشكل عام. نعم. أو أنه قال لك يكثر الدعاء له.
يكثر كيما أسأت في حقه أذكره بخير وادعي له، أذكره بخير وادعي له، يوم القيامة لعلك تجد ما تدفع به ما قلت. وكي تعود المظالم مادية الشيخ، إذا مادية لابد أن يعيدها، إذا أموال يعاودها، وإذا كان لا يستطيع أو أن أصحاب الأموال ماتوا، هنا قال لك يتصدق بها عليهم. نعم. إنسان سلفت عليه مليون وما وديتلوش دراهمه، وتمطلت 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 ومات الرجل، إذا مات تعطيه للورثة نتاعو، أما إذا ما عندوش ورثة تتصدق به عليه وتكثر من الاستغفار لعلك تجد جوابا يوم القيامة. ربي يحفظك شيخنا. شكرا. حلقة خفيفة جيد جميلة معك شيخ. مشاهدين الأفاضل، انتهت حلقتنا ولم ينتهي برنامجنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا مني أزكى سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يرجون إلا أنت.